تونس اليوم مر بظرف صعيب، زوز عمليات إرهابية ضربوا في قلب العاصمة، أسفرت إلى حد الساعة لاستشهاد عون الأمن مهدي الزمالي لثلاثة جرحى اللي نتمناو لهم الشفاء العاجل ويقوموا بسلامة. توجه بأحر التعازي لأسرة وأهالي الشهيد وللأسرة الأمنية والعسكرية الموسعة اللي كانت في طليعة تقديم التضحيات، تقديم الشهداء لمحاربة الآفة، للذود على تونس لحمايتها، لحماية أمنها، لحماية حدودها ولحماية شعبها. واللي زيد في محلة بلادنا اليوم خبر تواعك صحة رئيس الجمهورية اللي نتمناه له الشفاء العاجل وربي يطول في عمره. فالظروف الصعبة، وأنا كرجل دولة مارست في ظروف مشابهة، نحب نتوجه لكل القوى السياسية، لمنظماتنا الوطنية، لمسؤولينا، لمؤسساتنا، لكل التوانسة، من أجل أن نلتفوا في وحدة وطنية على دولتنا، نبعدوا على التجاذبات، نبعدوا على كل ما يفرقنا، نبعدوا على حسابات، نلتزم وننضبطوا للشرعية. كل هذا تحت علوية الدستور. نحبوا نأمنوا انتقال ديمقراطي سليم، ونحبوا نحافظوا عليك النجمة، عليك الهلال، حافظوا على علمنا، حافظوا على دولتنا. عاشت تونس أبية، عاشت تونس في وحدة وطنية، عاشت الجمهورية.